أداة الطعام الاتيكيت في السنة. أنا ما تقولش غير تقليني على أكل كده. ها؟ لها شروط كده يعني. أنا شفت أحاديث اللي في أداب الطعام عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وشفت كتب عن الاتيكيت بيعلموها للدبلوماسيين. لما يعملوا عزايم، مين اللي يقعد على اليمين ومين اللي يقعد على الشمال، ومين اللي يقعد في أول السفرة ومين اللي يقعد في آخر السفرة، ومين اللي يقعد وكلام كده. لكن نسخة مصغرة من السنة النبوية بتاعتنا. احنا انا المفروض اول ما نقعد دايما نقعد جعانه اقول يلا اتفضلوا يا جماعه ده يقعد ياكل. السنه ما حدش يمد ايده في الاكل غير لما رب البيت هو اللي يبتدي الاكل. المحشيه دي لا بلاش دي، لا طب هاتي دي، لا هاتي دي. هل ممكن تلاقي في الاكل تاكلي حاجه ما عجبتكيش تقول انها ما عجبتكيش؟ اصل اللحمه بتشد شويه، لحمه ايه دي؟ دي هندي دي ولا ايه؟ ها يعني جامده قوي نوعها كده. ما دي كله ده دين. انك انت حبيبي ما تمدش ايديك ما تاخدش غير من قدامك. مش خلينا عارفين الحديث يا بني سمي الله وكل بيه. مش خدناه زمان في المدرسه؟ ما تطبقي بقى وترينا. العيال اللي بنشوفها تحس دي كانت بتاكل في وسط ناس عمي. اطفال بنشوفهم. ولاد ناس جدا من كتر الاعلانات. يخش بس يلاقوا تورته ولا يلاقوا اكل واو فجعة. مش عارف يعملوا كده بيشربوا شيبسي ولا يشربوا ولا يشرب بتاع بيبسي ولا حاجه، يقوم متكرع ولا يقوم. شوفوا الحاجات دي يا ولاد. فين الامهات هنا؟ عاوز افهم فين الامهات؟ فين الاطفال يقعدوا معاكي؟ حتى ما بيصيروش يقعدوا معاكي تحطوا لهم مكان على السفره. ليه يا دكتوره سوزان؟ ليه؟ عشان تعلميهم ايه؟ ادب ان يقعد على السفره. انه بيبقى عاوز حاجه يطلب منك، ما يطلبش من ايه؟ طب انت هاتيلي الحته اللي هناك دي، طب انت مش عارفه ايه، اعملي ايه؟ ياكل بايديه، مش عارفه ايه، هو مش عاوز شوربه، يبقى بيمثل، لو الاكل مش عاجبه لا اصل وحش، الاكل وحش، طعمه وحش، حراق، ما يصحش يقول كده، ده سنه. يتعلم ازاي تيجي يشرب الشوربه، حط له حبه شوربه صغيرين، حاول حبه شوربه صغيرين، حاول تشرب شوربه، ونستنى شويه لغايه ما نخلصه وبعد كده، اخلص اقوم اجري، لا عيب. صاحبة البيت ما تقومش من على السفرة غير لما آخر واحد في الضيوف يخلص أكل. حتى لو هي خلصت أكل، أنا خلصت صاحبة البيت خلصت أكل. أوف فين الحلو؟ أوف طب والضيف قاعد لسه بإيه؟ بس السنة إنك تمثلي إنك بت إيه؟ بتاكل عشان ما إيه؟ ما تحرجيهوش. كلنا خلصنا وأنت اللي قاعد، أنت لسه بتاكلي؟ انت لسه ما خلصتيش؟ طب لا براحتك براحتك. لما يجي لي ضيف احطه فين؟ في اخر السفره. عمي وقالوا لنا نوزع من اليمين، فعبال ما وزعنا من اليمين الطبق وصل له ايه؟ وده سنه على الرسول صلى الله عليه وسلم، لما يكون عندك حد كبير او حد ضيف عندك مهتميه بيه ده يتحط ايه؟ على يمين الايه؟ طب وانا قاعده في الاكل، وانا قاعده في الأكل اتكلم؟ لا ما نتكلمش، ممنوع كلام على الاكل. مين قال لك ده السنه انك تتكلمي؟ السنه انك تتكلمي، عارفه ليه؟ عشان تدي فرصه من الهضم. مش شايفه غير في اللي قدامي. السنه كتير ما نعرفهاش انك تعزمي. لا هم محتاجين عزومه؟ دول قاعدين بيخلصوا الاكل، واحده بيرده بتلحق اخد حته البتاع عشان يخلصوها. السنه انك تعزمي عليه. دلوقتي كانوا بيعلمونا زمان في المدارس عيب قوي تعزمي، دي بلدي قوي مش كده؟ لا السنه انك تعزمي بس ما تحلفيش عليا الطلاق. لا انت ما هي راجعه ورحمه امي، ما هي راجعه والكعبه الشريفه بقى. لا ليه علمونا كده؟ بس هم كده علمونا كده الشيوخ زمان، قال لك ان الاكل احقر من ان احنا نحلف نشكر اسم الله عليه. بس ايه؟ ادبا لازم احسس الضيف ان انه ايه؟ انه مقبول عندي او ان انا مرحبه بيه. ازاي في اعزم عليه؟ يعني عيني على الطبق هو بس ايه خلاص ابتدى يخلص. طنط حضرتك تدوقي المكرونه؟ لا يا حبيبتي ماليش في المكرونه. طب ما بحبش ماليش في المكرونه. طب شوفي السلطه هتعجبك قوي يا طنط. السلطه دي ماما عملها، اسمها ما حدش يعرف يعمل زيها. دوقي كده حبه يا طنط. طب خدت حبه سلطه. دوقي يا طنط الكفته؟ اه يا حبيبتي خدت. طب دوقي، طب جربتي اللحمه يا طنط؟ لحمه الدم. طب دوقي حته صغيره هتعجبك قوي يا طنط.
دي تشوفي كده قولي لي. طيب اجيب لحضرتك حاجه ساقعه ولا تحبي في اخر الاكل؟ بتحس انها ايه؟ مرغوب فيها، مش رموها على السفره وايه كل واحد ايه؟ مدلوق في طبعه. وتعلمي ولادك كده. تعلمي ولادك في الولاء النميمي، في عندك عزومه كده كل واحد في البيت له وظيفه. اولا هيخففوا الشغل عنك، ثانيا هو هيحس بايه؟ مسؤوليه. انت عليك الميه يا حبيبي، انت عليك البيبسي، انت عليك انك تلمي الاطباق اللي على اليمين، وانت هتجيب الاطباق اللي على الشمال. ما نقومش من على السفره، ما عيب ما نقوم على السفره ولسه في ضيوف قاعدين بايه؟ بياكلوا. لازم ما يخلصوا خالص. حتى لو انت خلصت اكل اعمل نفسك انك انت بتاكل. كل ده انا عارفه امتى، والولد بيتحط على السفره والكلام بنتكلم. على واحد كان حد كان بيقول ما عنديش وقت اقعد اتكلم مع اولادي. الكلام يا اولاد مع الاولاد هو ده التربيه. انك تتكلمي معاهم، مش انك تاكلي وتودي البسين وتجيبي من الفروسيه وتودي الباليه المائي. يعني مش هو ده التربيه. فواحد كان بيقول ما لقيت ان الفرصه الوحيده اللي بتكلم معاهم فيها على السفره. واحنا قاعدين بناكل. انا وديهم العربيه، وديهم المدرسه الصبح بالعربيه، اتكلموا مع اولادكم.